راهي ها قلت سي الخشم ايوا بسم الله الخشم كنا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رانا واقفين امام مجسم لآلة التانوت. آلة التانوت هذه آلة تقليدية تستعمل لسقي البساتين قديما، والآلة هذه الحقيقة انداصرت من الستينات، ما بقاتش يستعملها الإنسان. جاتني فكرة أنا كفنان يعني في التراث، قمت ببحث على آلة التانوت هذه، وكنت نتواصل مع شيوخ كبار من بينهم أكوار بوجمع الله مغفر له وارحمه، وبعض يعني من بعض الكهون يعني اللي دركوا الآلة هذه تخدم فيها بلسة. نسقسيهم على الآلة هذه يعني طريقة العمل نتاعها والمكونات نتاعها وكيفاش كانت كيفاش. الحمد لله يعني توصلت تاريخيا على الآلة هذه مع عمي بوجمع أكوار الله يرحمه في قرية إيجلن، وتوصلت على الاسامي اللي كل يعني تتكون منهم الاله هذه اللي هي اله تانوت، وخدمت هيكل تانوت هذا بصغير بالخشب، ومن بعد خدمته على شكل مونكيت صغيره وقدمته للرئيس البلديه في بلديه بلسه، واقترحته على والي ولايه طنطراست السابق وعلى الوزير عز الدين مهوبي انه هذه الاله عندها بعد ثقافي وتراثي لمنطقة أبلسة، لأنها المنطقة التاريخية اللي اجتمع فيها الإنسان على الزراعة هي أبلسة، وكانت الآلة هذه هي اللي ساهمت في الزراعة في منطقة أبلسة. بغيت هذا تكون يعني رمز لمنطقة أبلسة هي آلة التانوت. آلة التانوت اليوم الحمد لله يعني وصلنا للفكرة، وصلت الفكرة أنها تخدم مجسم آلة التانوت في مفترق طرق داخل بلدية أبلسة، وهذا يشهد تاريخيا زعما للأجيال الصاعدة عندما اللي جاء يسقسي ما هذا الشكل ما هذا الشيء، يعني يصيب تاريخيا على الآلة هذه اللي موجودة تعملها الإنسان في عملية سقي البساتين. كان يستعملها الإنسان في سقي البساتين لأني هضرت على أنها كانت تستعمل في الزراعة، ساهمت في الزراعة، لذلك أنا جات الفكرة باش لازم تكون في منطقة بلدية أبلسة، بلدية زراعية لأنها بلدية زراعية. ثم الماء ينحوها بهذه التانوت. كان يتنح بها كان يتنح بالآلة هذه اللي هي تانوت، والحمد لله راني محافظ على النبذة التاريخية نتاعها. النداء نتاعي أحمد يعني دائما نتمنى من كل رؤساء البلديات يعني لأن هما الأهم، كل يعني الناس المنتخبة في البلاد يعني دائما تكون مهمة بأفكار الفنانين، لأن الفنان هذا هو اللي يعطي صورة للبلدية اللي انشأ فيها. هذه تراثنا مدبية، لحنا كل بلدية تتميز بشيء أنها تهتم بالتراث، هو يكون في داخل البلاد على شكل مجسمات أو هياكل كيما اللي اليوم راهي موجودة قدامنا تانوت. ماذا بيا غدوة نلقى المهراز، ماذا بيا غدوة نلقى تكركرت نتاع تمضان، كل حاجة يعني ماذا بيا نلقى الحاسي نتاع عاجد كيفاش كان بكري. هناك عدة أشياء، هذه الأمور التراثية هي اللي تعطي صورة البلاد وتعطي رمز البلاد اللي يعني رنا فيه، ولكن شنو دائما المسؤولين المنتخبين يهتموا بأفكار الفنانين. وشكرا.